ولكن هناك مرحلة الأولى
شيء. اليوم انا حل واحد باش نرجعوا للسؤال ديال مصارعه القوانين، اننا غادي نرجعوا الى المحكمه الدستوريه التي في هالولايات هذه المصارعه ديال غادي نحتاجوا لمؤسسات اخرى الى نشوفوا واش فعلا هذه المصارعه ديالنا واش ديال الاساليب واش ماشي في تناقض مع قوانين اخرى واش ماشي يعني في واحد الاطلاع مع قوانين اخرى الى اخره. اذا هذا سؤال اللي يتعلق بهذا الشق ديال الدورات ديال المصارعه القوانين اللي كتجي كتوصيات وكذا كتحتاج هذا النقاش ديالنا. ثم جا السؤال ديال الحكومه، واش الحكومه كتفاعل مع هذا الشيء؟ لا، ايضا جا السؤال أنا متأكد بذلك. كان بوجدينا هذا ماشي بوجوه الحكومة مرة أخرى. علاش؟ إلا خدينا مدونة غادي نتابعو إلا ما يمكن الأمر ماشي كيتعلق بشي حاجة جديدة غادي نخلقوها. مدونة اليوم خاصها تحيين. حنا مكناش غادي نسدو هاد المدونة ما صحاش وغادي نبيعوها وغادي نجيب واحدة أخرى. أبدا. من بعد 21 سنة ديال الممارسة، واحد من الزمن، بالتبديل هذا كاين الصعوبة وكاين مستوى المجتمع، حتى اللغة، حتى الفورم، حتى اللغة ديالها يمكن كاين شي تعابير اليوم اللي كتتغير، كتهدي نفس المعنى ولكن ماشي بنفس شي ذاك الجرس الصوتي ديالها، ربما يقول لها هذا مزعج إلى اقتناع السياق ديال اليوم. ثم كنجيو أشياء أخرى اللي خصها تناقش، راه ما يصرش عليها ونشوف فيها الكثير. إذا حنا نعتقد ديالنا الحركة الشعبية لأن 81% ديال الدولة تخرج هذه الوسط شوية ديال الهيكلة ديالها والأفكار والقرار، ما اختلفوش عليها، كتبقاو شي 30% حضانة الطالع إلى آخره واحد المجموعة ديال هذاك غير تكون موضوع نقاش، ولكن كنا كنطلبوا من الحكومة أنها تقدم لنا أرضية باش نقدروا نناقشوا على أساسها. علاش نضيعوا الوقت نبداو من زيرو؟ حنا بغينا نفهموا شنو ديال لا هذا الخطاب ديال السيدات سيدنا الجميع الى الاسلام في هذا النقاش. داكور كوميتي ديال الحكومه ايضا كنا نتسنى ولا خطينا ارضيه وعلى اساسها غادي يكون النقاش. هادشي اللي ما حدثش في حدود الساعه وهادشي اللي كيفسر مره اخرى هذا النقاش اللي كنخلقوا اليوم اللي هو التالي من بعد الاول اللي كانت انتماتو جاب به مبادره منظمة الاقتصاد العقليات، هذا جا مكمل للاول. دابا النقاش ديالكم اليوم ماشي بغيتو تزرعو مزيان، راه النقاش ديالكم غادي يكون هو الوثيقه اللي غتستخدم الحركه الشعبيه، وثيقه اللي غادي تكون الحكومه مادام انها ما خدمتش ديالها ودابا عييتها وكنتسناو الذي ياتي او قد لا ياتي. فقلنا احنا انتظرنا ونحن غادي نقدموا واحد المذكره اللي غادي تكون واحد الوثيقه اللي غادي تكون يعني خاصها كتبرز هذا التصور بعد جات من هذا النقاش ديالكم ومن خلال ايضا العروض القيمه ديال هذا الشتاء اللي وجدت لهم الشرطه باش حضروا معنا وما تنساوش راه حضروا معنا في 2008 في الاوروبا حلو حضروا البحر وحضروا الراحه وحضروا واش كيتجاوا هذا اللي كيصير بان فعلا كاين واحد الحس ديال الانتماء وكاين واحد الهاجس ديال القضايا وهذا علاش القضايا الوطنيه فعلا خاصه تعطاها الوقت خاصها تعطاها الحضور ديالها. غادي كما كنقول لكم ديما حضر معكم دائما شيء شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.